طب عايز قبل ما اقفل جزئيه الاهلي، انت قلت واحده كده في النص ان موسيماني كان عنده عروض. بالفعل موسيماني كان عنده عروض جاده جدا تمام من السعوديه، لكن هو كان تمسكه الاول بالتجديد للنادي الاهلي، لان هو هيعمل تاريخ غير عادي بالنسبه له، وهيبقى هيتحول لكاتيجوري في حته تانيه خالص. احب انا المدربين اللي بتفكر كده بالظبط. لا ده وده تفكير كان سليم جدا طبعا، بس اوريدي هو كان عنده باك اب للموضوع. جاي له عرض بالفعل من نادي اهلي جده السعودي 3 مليون يورو في السنه تمام. ده عرض كان رسمي وكان عرضه اوكي ومتفق وكل حاجه، بس مستني كان يشوف الدنيا هتمشي ازاي في الاهلي، الامور كانت ماشيه ازاي برضه، وده كان نوع من المناوره. العرض الثاني كان من نادي الاتفاق السعودي اللي راح دربه كارتيرون دلوقتي تمام، وكانت القصه كده، بس كانت الاولويه بالنسبه لهم للمدرب اللي يبدا معاهم من بدري. ولذلك هقول لك نقطه مهمه جدا في جزئيه زي كده، كارتيرون ما فسخش عقده بالتراضي مع نادي الزمالك الا عشان خاطر عقد الاتفاق السعودي، عشان كان خاطر خلاص يعني ما كانش هيضحي بالفلوس دي الا لما كان هيقدر ان في عقد عايزينه بسرعه دلوقتي، فلكن السبب الرئيسي في القصه زي كده ما كانش قادر يطول في الموضوع. يعني كارتيرون يعني مش الشخص الجميل الملاك ما فيش حد مثالي اللي هو احنا تعرف العلاقه كانت عامله ازاي. انا اشدت بيه يا اخي، انا اشدت بيه، ده انا قلت كويس انه مشي بالتراضي وبتاع. هو مشي وبدليل ذلك تاني يوم الاتفاق السعودي صح فجاه. ايوه انا قلت أكيد كده. لا اكيد ده ماضي كمان، فدي معلومات مؤكده ومعلومات زي ما بقول لك اللي هو كان الاتفاق السعودي كان عايز طبعا يعني اختيار اول موسيماني، لكن ما كانش ينفع بالنسبه لهم لانهم مش هيقدروا يستنوا نهايه الموسم يشوفوا الموقف ايه. وفي نفس الوقت كان عنده الاهلي جده السعودي موسيماني و3 مليون يورو، وطبعا ده كان في نهايه الموسم، بس هو اختيار الاول كان بالنسبه له هو تجديد النادي الاهلي، وده عشان ما اتكلمش ينجح القصه دي كده. لا انت ادرى منتخب برازيل.